تبدأ قصتنا في تايشان محافظة كواندونغ في الصين عام 1870، حيث كان يسكن أب مع ابنته وجدتها والتي قد أعطتها قلادة اليشم المتوارثة عن أجدادها. كانت تدعى الفتاة يين يين. قد مرض والدها وأراد أن يزوجها خوفا عليها من البقاء لوحدها بعد وفاته، ولكن أبت أن تتزوج رغبة منها في الاهتمام به، لكن بعد أن أصر وافقت على ذلك. لم يعجبها زوجها لكونه سكيرا عنيفا، فقررت ليلة زواجها الهرب مع صديقتها ليلي. وفي أثناء اختبائهما عرض عليهما رجل غريب السفر إلى أمريكا قائلا لهما أنهما سيعملان في محل زهور وأن المال سينفعها لشراء أدوية والدها، كما قال أن مدة العمل 5 سنوات فقط. وافقا على ذلك، لكن حين وصلا لم يكن ظنهما في الحسبان. قد وقعا عقدا للعمل في ملهم ليلي، لكن كانت تينينغ تستطيع القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية مما جعلها تعارض، لكن بلا جدوى. فطلبت التنظيف على أن يمسها أحد، وعاشت فترة هي وليلي يعملان في الملهى. بعد فترة التقت بتوم، شاب صيني مولود في أمريكا وهو يعمل كطباخ. كان والد توم يعمل في سكك الحديد، لكن توم كان يريد العمل في مناجم الذهب. عانوا من الكثير من العنصرية، لكن واصلوا العيش أملا منهم بازدهار الحياة ووجود فرص أكثر. كان أول لقاء بين توم وين يين عندما سرق أحد قلادتها، فأعجب توم بمهاراتها القتالية. تعرفا على بعض أكثر، وعندما سمع أن يو يين وهو مالك الملهى يريد يين يين، قرر أن يحررها وطلب من مديرة الملهى مادام بونغ أن تطلق سراحها وسيدفع ثمن العقد إن أرادت. رأت مادام بونغ نفسها في الفتاة فقررت أن تحررها، مما أدى إلى قتلها واختطاف ليلي. في أثناء رحلة يين يين وتوم تزوجا، واستطاع صديق توم المقرب سام من العثور على ليلي، وعاشوا فترة من السعادة، وخاصة بعد أن أنجبت يين يين طفلتها الجميلة. لكن الفرحة لم تدم. قد تم اغتيال والد توم، وفي أثناء غيابه لحضور جنازة والده حدثت معركة قام فيها جماعات عنصرية بمحاربة الصينيون المقيمون في تشاينا تاون، وكان من بين المدبرون لتلك المعركة يو هين، وانتهت بمقتله على يد يين يين وموتها أيضا، حيث أنه قام بإطلاق النار عليها مسبقا. مات في تلك المجزرة 19 صيني، ولم يعاقب أحد على فعلته تلك أو يسجن.